شعنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب. هذه الصلوات تعلو وأجراس الكنائس تقرع معلنة الفرح السرمدي، فرح الانتصار، ليفوح عطر القداسة في دمشق الياسمين في صباح عنين المبارك. رجع شوي هيك الأمان إلهم والفرح بوجود الجيش. أكيد من إلهم كل سنة وهن سالمين، وإن شاء الله بيبقوا هيك هن الدرع اللي عم يحمي هالبلد. وكل سنة وأنتم سالمين، الله يخلينا الجيش، وصار في أمان كتير. نعيد اليوم في سوريا ثلاثة أعياد: الشعانين والبشارة، وعيد بانتصارات يتزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري التي يحققها على الميدان، والأمان الذي نشعر فيه في دمشق خصوصا. جئنا اليوم كيما نضيء شمعة سلام لأجل أبطال الجيش العربي السوري، وكي نقول أننا في سوريا أبناء الإرادة وأبناء الحياة. بهذه التهاليل رفعت الصلوات في الكنائس بمناسبة أحد الشعنين التابع للتقويم الغربي، أحد دخول السيد المسيح إلى القدس. فعلت الأمنيات فرحاً باليوم المبارك بالتزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري، رمز الحياة والأمان والانتصار. دعاية كل جندي بالجيش السوري، أقول لهم يعطيكم العافية وأنتوا عز الأرض. شعنينا مباركة بدعاية الجيش، بدعاية الشعب السوري على هالانتصار الكبير اللي هو حققه. فرحة العيد هذا العام تحمل الخلاص من الألم وتعكس الحياة والاستمرار بعودة الأمل والفرح إلى قلوب الكبير والصغير. كل عام وأنتم بخير. كل عام وكل أهل سوريا بخير، وإن شاء الله السلام بيعم على سوريا. مبارك إنه انتصر الجيش العربي السوري. اليوم فرحة العيد على انتصار الجيش على الإرهابيين. كل عام وأنتم بخير ويبارك النصر. كل سنة وأنتم سالمين، مبروك النصر لسوريا. بأغصان الزيتون رمز السلام وبالشموع البيضاء كان الفرح أعظم بعودة السلام لبلد الأمان ومهد الأديان سوريا.